تحتاجوا الكيمونو وجليبات عبايات. هنايا في الجناب الشربلات راه خارجين فيهم هاد الكناظر هادو الصباح ديال العيد اولا في رمضان الفطور الا معروضين فيهم لي طاي من السمول حتى للطروا من السمول حتى للطروا اكس هانتوما بيزا هادو راه يلا خرجوا يلا خرجوا هادو البليتات العيد مايك من 8 سنين حتى 18 هادو اللوينات ديال هاد لونسومبل هذا اللي تيجي هكا قصير فيهم هاد الغوز الكسيوات صراحة زوينين شفتهم رائعين. سلام البنات كديرين نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير اموركم طيبة وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو كي درتو مع رمضان غلبتوه ولا غلبكم كي درتو مع الشتيوة والحمد لله الشتيوة دازت زوينة الحمد لله اللهم لك الحمد دابا كتحسي بالدنيا نقية والجو صافي السما تسيا واحد اللون فيها غزال اللهم لك الحمد الحمد لله على الرحمة ديال السيد ربي اللهم لك الحمد ما تديوش على عينيا مع تمالهم هاد الايامات ديما كيصبحوا هكا منفوخين وقيلا ديك نعاس فيق نعاس فيق بحال هكا يمكن على هكاك اولا التليفون كنهز التليفون بزاف وكنسى ما كندير النظاظر ديالي وراه شارياهم راك بارطاجيت معاكم ديك المره فاش صايبتهم فيهم هذيك الزجاجه ديال اللي كتمنع الاشعه ديال التليفون الله يهديني الله يهديني نبقى ندير نظاظري المهم لقيتوني ان شاء الله غدا لسوق الحد عاوتاني هاد الايامات غدا خطيبات لسوق الحد غنمشي عند حسن ستوغ غادي نصور لكم الجديد اللي جايب دخل بالي في انستغرام دخل عبايات دخل كسيوات مدخل هكا العصري شويه ديال العصري مزيانه هاد الحاجه صراحه باش ما يبقاش هكا محصور غير في لي سورفات غنمشي نشوف السلعه اللي جاب نبارطاجيها معاكم خليكم معايا حتى نهايه الفيديو ما تنسونيش باللايكاتكم تعليقكم الزوينه بارطاج الفيديو و اش غنقول لكم واللي باقي ما تابوناش يتابونا كنقول لهم مرحبا كنقول لكم مرحبا بكم فانضموا للعائله ديالنا قناتي هكا مختصه في التعريف بالمحلات كنشارك معكم اي حاجه كنستافد منها انا كنفيدكم حتى نتوما بها وشكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم فيا لهلا خطيكم عليا ونتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم طلباتكم استفساراتكم اي واحد بغاني نصور لي شي بلاصه اولا ما عرفش شي محل ديال شي بلاصه خليها ليا في التعليق انا راهن اشارتكم شكرا بزاف على حبكم على دعمكم على تشجيعكم ليا وبقوا معايا حتى نهايه الفيديو هاد الناس راه جاب دي زونسومبل زوين الصراحه ديال لولا وهاد الحاجه اللي كنبغي انايا في هاد لي زونسومبل هي لي طاي وما كنلقاهمش انت جبتي لي طاي حتى دوب اكس ال فيه هذا قصير شويه وكاين طويل وكاين طويل هادو اللوينات ديال هاد لونسومبل هذا اللي تيجي هكا قصير فيهم هاد الغوص غوز فوشيا زوين هاد لاكولوغ هي لي طوندونس دابا والبيج راه لي ورينا ليكم قبيله واللي كتبغي الانسومبل هكا طويل بحالهم ها هما راه طوال حتى هما فيهم لي طاي من من سمول حتى لدوبل اكس ال هما هادو كيف ما كتشوفوا راه فيهم لوينات كاين هاد الموف كاين هاد البيج بلون فيغ مارون وهاد البلو بلو سيال يعني حتى الكسيوات صراحه زوينين شفتهم رائعين خصوصا وفيهم لي طاي حتى همايا من الام حتى الدوبل اكس ام من الام حتى الدوبل اكس ام وافين هما بانوا ليا وافين بالنسبه للثمن ديالهم هادو 220 بالنسبه للثمن ديال لي زونسومبل الثمن ديال زونسومبل داك الطويل هادو 300 والاخرى اللي قصار 280 وبالنسبه للكسيوات الثمن ديالهم 220 كلهم هادو صراحه زوينين جدادين هادو كسيوات ياك
كسيوا شوميز بحال تقولوا شوميز غوب ولا فيها النوار فيها المارون فيها هاد الزي هاد الكاكي اولا وهاد البيج اللوينات صراحه زوين فيهم لي طاي والثمن هادو كلشي 220 220 كلهم ثمن واحد كواليتي مزيانه راه 250 باش كيتباعو 270 كلشي هادشي 220 صراحه اللوينات لي زوينه شوفوا البنات كاين عاوتاني هاد الشكل هذا شوفوا الثوب تبارك الله غزال فيهم هاد النوار فيهم هاد الغوز شوفوا البنات هاد الغوز حتى هو جاي هكا بلي بوطون حتى في الكميمات هادو هما اللوينات كاين هاد الشكل هذا حتى هو شوفوا كي دايره البنات غزال هكا كيجيو بالكميمات هكا مطلوقين كاين عاوتاني هاد اللوين في هادوك اللي وريت لكم فيهم الغوز فوشيا انتما شوفوا البنات كيفاش كيجيو هكا كلاش في التحت تجي في البيج فيها النوار فيها الماغر شفتي حتى الكيمونو وجليبات عبايات فيه اللوينات هادو راه بقاو فيه شي لوينات قليل هاد البيج والنواغ زوين النواغ ديالهم والثمن ديالهم هادو 230 230 هاد العبايات حتى هما زوينين الصراحة التراويح ولا نهار صلاة العيد تويب زوين مطلق فيها البلو غوا والكحل وهاد البلو جين والثمن ديالهم 250 هي جيبات هادو تا هما زوينين زوينين صراحة تتوب زوين بحال ديال العبايات هما دوك العقيدات فيهم لي طاي لا هادو ستوندار اوفر سايز فيهم النوار فيها البينك هذا فيها هاد السومون فيها البلو كاين هاد الشكل هذا حتى هو فيه دوك الطريزات والعقيدات اولا الصيفات اييه هاد الموديل حتى هو خرج هاد العام هي بحال شكل عباية جلابة والثمن ديالهم جلابات دابا دايرين لهم كلشي 250 الثمن صراحة لي مناسب الثمن مناسب صراحة هي هاد الشكل هذا داير بحال داخل فيه تليجة هنايا في الجناب شوف البنات خارجين فيهم حتى قنيدرات ها النواغ ديالها حتى هي زوينه صراحه هادشي فيه موديلات بزاف وهادو حتى هما لي طاي ستوندار ياك وحتى هما 250 وكاينين هاد القنادر هادو الصباح ديال العيد اولا في رمضان الفطور الا معروضين حتى هما في هذيك التزرزر في اللور فيها الزرق وشوفوا واحد الديطايره فيهم فيهم هاد شويه واحد لا جوج ديال الدوغي هكا دايزه في الثوب كامل فيها البيج وفيها حتى هاد الغوز كاين هاد الابيض هذا شي عروسه اولا حدا يلا جايه من العمره زوين الصراحه زوين وهادو راه باقي فيهم غير شي كونتيتي ما بقاش كونتيتي كثيره شي ديش باقي فيهم هاد لي ديال لي سيرفيت هما هادو يلاه جابهم طاي كبيره تبارك الله هادي اش من طاي تروا اكس ال وبالبنطلون ديالها جايه هكا في بلون كاسي هذا جاي في البلو لا فيه الوان فيه الالوان الموضه الالوان راه فين الوان
الثمن ديالهم انتوما الالوان ديالهم 630 درهم 630. الموديل الاول اللي وريتيني الموديل بحال 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 بحال. شوف هذا الموديل نورث فيس حتى هي زوينه. كاين هذا البلو هذا حتى هو هي هذيك الستيليا صراحه زوينه. وهذيك تتمشي دومي سيزون لا هي لا هي دومي سيزون ماشي شي حاجه اللي سخونه. مازال داخلين فيهم موديلات اخرى ان شاء الله. داخله فيها واحد كونتيتي قليله زوينه. شوفوا البنات هذه سبادري جديده دخلها مريحه بس ديال لاصال هي الشكل ديالها زوين حتى لا كولور ديالها. جاب لكم حتى لي زونسامبل ديال لاصال بزاف الناس تيطلبوهم ليه. شوفوا البنات ها هما فيهم لي طاي فيهم لي طاي من السمول حتى للطروا اكس من السمول حتى للطروا اكس. ها انتم الالوان اللي فيهم هكا تيجي هذا فيهم هاد الالوان فيهم البلو البلو درجه ديال الازرق هاد الكري حتى هو والفير هادو ديال البنيتات زوين. هذا هذا بغيت ناخذو لبنتي شفت اختي خداتو لبنتها في ساكنه في سلا كيجيو غزالين البنات هادو في البيزا هادو راه يلا خرجوا يلا خرجوا هادو البنيتات العيد اولا فنين. هادو شوفوا الالوان اللي فيهم زوين صراحه فيهم الكري فيهم الكاكي فيهم الغوز نوار بلو سيال ست الالوان فنين هادو. عرفتي لبستها البارح بنت اختي جاتها كتحمق فنه خداتها هي فهاد لاكولور هادي جاتها فنه. وبالنسبه للاثمنه ديالهم هادو 220 220 وهاد الكولون لونسومبل 230 درهم 230 ثمن لي صراحه زوين مناسب. هي 3 بيس ديال نايك من 8 سنين حتى 18 عام والثمن الثمن ديالها 250. هانتوما البنات شي حاجه اللي زوينه فيها غير 16 و18 و16 و18. وهادو شحال العمر اللي فيهم؟ هادو فيهم من السمول حتى لدوبل اكس ال من السمول حتى لدوبل اكس ال. زوينه هادي هادي غير دو بيس الاخرى تروا فيها هادي كيجي معاها التيشيرت هادي تتجي تتجي عاوتاني بالسروال مختلف على هادي هادي الثمن ديالها 250 وفيها اللوينات فيها الغوز غوز بيبي بيج فيها بلون كاسي اولا بيج بلون كاسي حتى هو هما الالوان اللي كاينين في هاد سيرفيت. هادي 3 بياس للبنيه ديال الطاي الصغيره ديالها. هادي كتلبس شحال سنين سنين هادي راه كتلبس سنين. هادو دراري دراري هادو كوبرا هانتوما البنات هادو كيتلبسو ميكس هما كيتلبسو ميكس داكشي قالت لي بنتي ها هما البنات هادو راه هما خارجين طوندونس بالنسبه للوليدات اللي صدعوا ولدو على الكوبرا وشي حاجه اللي زوينه تجي عند حسن راه كيبيعهم. شحال الثمن ديالهم؟ هادو 220 ولكن المزيانين حيت راه فيهم لي مارك بحال هذيك تي ان حتى هي راه مطليه دابا وحتى هي حبيت مع تي ان حتى هي محسوبه معاها تي ان هذا. شو البنات مزيان ديك المخدومه المزيانه الهاي كوبي الغزالات ديالي لقيتوني يلاه دخلت من السوق صراحة عطى الله ما يتشرف في السوق عطى الله ما يتخاد في السوق. خاصني نوريكم نبارطاجي معكم شنو خديت من عند حسن ستور المحل اللي يلاه صورت لكم عنده. صراحة هو عنده خبيجات اللي زوينة بعدا الحمد لله الحمد لله انا فخورة بالمحلات اللي كنبارطاجي معاكم محلات اللي في المستوى اللي عندهم سلعة صراحة ما دايراش في بارتو وبثمن اللي مناسب وعاد كيزيدوا صحاب المحلات مساكن حتى هما تيزيدوا تيديروا بوجهي وكنشكرهم من هذا المنبر كنشكرهم من هذا المنبر حيت كيديروا بوجهي وكينقصوا لكم حتى نتوما اثمنه الاثمنه ديال الحويجات اللي عندهم بلا ما نكثر عليكم في الهضره حيت صراحه والله ما درت حتى حاجه منين خرجت في الصباح باقي داري مشقلبه باقي ما جمعت ما درت حتى شي حاجه
المهم قلت بعد قبل ما نبدا في الجميع وهذا نبارطاجي معكم شنو خديت. وسبحان الله العظيم هذا رمضان الصباح كيطير ولا غير ماشي بلا رمضان الصباح دائما تيطير بلا رمضان تيطير. دابا راه قريبه ثلاثة لارو. خديت عنده هاد لي زونطومبل هادو اللي وريتهم ليكم فيهم الوينات فيهم هاد الباج. قلت لكم راه بنت خالتها خداتها وحمقاتني في الباج كاينه في سلا حتى الباج واعر. خديت كاينه في الباج كاينه في هاد الوين هذا اللي خديته لبنتي وكاينه في البلو سييل كاينه في الغوز كاينه في النوار. هادو هما الوينات اللي كاينين واختاريت انا هاد الوين حيت صراحه ما عمرني خديته ليها صراحه عرفتي كيجيو واعرين في اللبسه. ومازال ان شاء الله غادي يجيب واحد الموديل اخر غادي نخلي لكم لي فوتو هكا ديال كيفاش كيجيو ملبوسين حيت دابا هكا تيبانو محقورين ولكن اي فوا كيتلبسو كيبانو زوينين. شو البنات تيجيو بحال هكا بالنسبه للبونطون كيجي بحال هكا بالجويبات وهذه ديالو هكا كتجي اولا هاد التيشيرت ديالو كيجي بحال هكا. شو البنات كيجي بحال هكا تقدروا تلبسوه وتدخلوا التيشيرت في الشورت اولا تقدروا تدخلوه غير القدام وتخلوه اللور اولا تخلوه هكا مطلق على حسب شنو بغيتو. صراحه كيجيو فنين في اللبسه والله العظيم غير نخلي لكم لي فوتو باش تعرفوا علاش كنهضر. الثوب ديالهم غزال 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 بغيتكم البنات تمشيو تقيسوه وتردوا عليا هاد الوين قولوا لي تنتوما هاد الوين هذا الفيرميليتر كيفاش جاكم. انا صراحه عجبني حيت ما عمرني خديت لها هاد اللون. صافي بالنسبه ل مشيت عند مول البال البنات هذاك اللي في الشوكه اللي ديما تنصور لكم عنده راه اليوم هاد الايامات البارح كان داير 15 درهم في لي زارتيك ماشي البارح يمكن مشيت اخر مره مشيت الحد كان داير 15 درهم. هاد الايام البنات راه داير غير 10 دراهم لي زارتيك لا غير هو ما كاينش شونج. الا ديتي شي حاجه ما تعوليش انك غتبدليها حيت هبط الثمن بزاف ل 10 دراهم. قال لك انا ما يمكنش ليا نزيد باقي نعاود عاوتاني خاصني ليكيدي هاد السلعه فهمتوا. بالنسبه نرجعوا لحسن ستور المحل ديالو كاين في سوق الحد رقم المحل 821 وهذا هو رقم التليفون ديالو وغادي نخلي لكم كلشي على الشاشه وفي اول تعليق مثبت وغنخلي لكم حتى الفيديو هكا ايبانغلي اللي بغات تعرف الطريق فين جا بالضبط اولا دخل انستغرام ديالو. السيد الله يعمرها دار تعامل راقي وفي المستوى ودائما تبارك الله كتلقاي عنده الجديد. الا بغيتوا تعرفوا المحل فين جا بالضبط حيت صراحه ما بغيتش نعاود نفس اللقطه كنكررها دائما. المهم المحل راه كاين غادي نخلي لكم فيديو ايبانغلي باش تشوفوا المحل فين جا بالضبط اولا دخلوا الانستغرام ديالو عنده واحد لاستوري على اون في الفوق راه شرح فيها النعت بالتفصيل. مشيت عاوتاني عند مول البال كما قلت لكم هذاك مول البال البنات راه داير 10 دراهم لي زارتيكل ديالو اللي كاين عنده في المحل. وصراحه انا اسماعيل عرفتي راه قسمني البنات معاناة مع اسماعيل ديما جاني ليا الجاكيطات كيف ما بغى يكونوا شريت تعيت الجاكيطه ما تفوتش عنده شهر شهرين تلقاه جلاها. صافي قررت قلت غادي نمشي للبال ناخذ لي جوج جاكيطات خصوصا فاش لقيتهم ب 10 دراهم تحمست خديت ليه جوج غادي نصبنهم لي ان شاء الله. صافي هاد الايامات الشتا تبارك الله كيبغيو لي جاكيط. لقيت هادي في الاحمر شوفوا البنات صراحه غزاله هادي فنيونه ديال هذا مارك كيشوا هادي اللي تنلقاو في الديكاتلون هي هادي البنات شوفوا البنات كي دايره درت لها هكا هاد الشبيكه من الداخل هادي خفيفه كيلبس هكا كل سيزون زعما كيلبس في هاد الايامات فيها جويبات هنايا فيها هاد الجويب هنايا فيها جويب اخر هنايا وجايه هكا امبيرميابل ولا مع التوب لا هذا التوب ماشي امبيرميابل هذه التوب شتو البنات
جاكيطه بهاد لاكاليتي هادي ب 10 دراهم، شكون فين غتلقايها البنات؟ هادي راه الميزه عشان البنات هكا 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 ما تلقايش بلاصتك عنده تبارك الله. كلشي العيالات واخا صراحه كيشريو حوايج العيد، ولكن ضروري من خلاتها سالا الا كتشوفي سالا تلاقيت مع هاد السيده من لافامي، تحيه ليها من هنايا. تلاقيت معاها قلت لها راه ضروري من المكملات، ضروري هي كتضحك. قلت لها راه واخا تشري جديد ضروري من المكملات في البال، وهادشي اللي عطا الله البنات راه تنحتاجو بحال هكا حويجات، مايمكنش تشري كلشي جديد. بالنسبه للجاكيطه الثانيه هادي شويه سخونه سخونه، ماشي شويه تبارك الله سخونه، غير هي لاكاليتي ديالها ماشي لاكاليتي لا هاد ال ماشي شنو نقول لكم ليطا ديالها شويه مكرفصه على هادي، حيت راه ما لقيتش وما بقاتش عندي الخاطر ولا الوقت باش نبدا نقلب. شوفوا البنات هادو كي سخونه من الداخل وفيها هادي الفور هنايا في القضيه، فهمتوا؟ والكميمات هكا ديكم هكا داير بحال هكا. شوف البنات هادي جايه في البلو ماري، ورا خت هادي تقريبا لي جلاليه مؤخرا ما لقيت مازال ما نلبسو، فيها سلسله وفيها هاد هاد تيك تاك، هادو تيك تاك ما عرفتش كنسميهم. المهم هكا كتجي التاكيطه، المهم 20 درهم خديت جوج تاكيطات شكون بحالي. المهم قولوا لي في التعليق كيفاش جاكم هذا الشيء. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، نتمنى ان شاء الله تمشيوا عند حسن نتوما وتقداو، راه تبارك الله كيف مشيتو جايب كسيوات فني. صراحه كنت باغا ناخذ كسيوه ولكن سبقت بنتي، كتعرفوا دابا العيد كيبغيو هكا حويجات، قلت خلي حتى ان شاء الله يفوت العيد وناخذ لي حتى انا شي كسيوه. صراحه كسيوات عنده فنين وعنده لي طاي. حبيباتي عواشكم مبروكه، غنوض ندير فطور حبيباتي، تهلاو ليا في راسكم، نهاركم مبروك وعواشكم مبروكه، وبسلام عليكم. سلامه.